فيلمنا بيبدأ مع بنتين في المدرسة الثانوية، بيجي وجوزي، وبنعرف ان مفيش اعجاب بينهم وبين زمايلهم او حتى في ارتباط، وبيظهر على كل واحدة فيهم انها معجبة باكتر بنتين مشهورين في المدرسة، وبيكونوا خايفين يتكلموا معاهم. وبعد شوية بيوصلوا على كارنفال كل اصحابهم موجودين فيه، وبنفهم من نظراتهم ليهم ان مفيش حد منهم حابب يكلمهم، وده بسبب تصرفاتهم وشكلهم. ووقتها بتشوف جوزي ايزابيل قدامها وبتكون معجبة بيها، وبنعرف انها بتشجع نجم كرة قدم اسمه جيف، وبتظهر وهي واقفة مع بريتني واللي بتكون بيجي معجبة بيها وبشهرتها. وفي اللحظة دي بتظهر بنت اسمها زال، ودي اقرب صديقة ليهم، فبتشوف جوزي وهي ايديها متجبسة، وبتعرف انها تعرضت للضرب من تاني، وبيقطع كلامهم جيف واللي بيظهر مع اعضاء فريقه وصديقه المقرب تيم، وساعتها بيجري على ايزابيل وبيقرب منها وبيحضنها، لكنها بتحس بالحيرة اول ما واحدة من المعجبات بتنده عليه. وفي اللحظة دي بتتفاجئ بجيب ايزابيل وبريتني وهم بيقربوا عليهم، وبتكون متوترة جدا لان دي اول مرة يتكلموا مع بعض. وساعتها ما بتلاقيش جوزي حاجة تقولها غير انها بتقول لإيزابيل بانها رفيعة جدا ولازم تاكل وإلا هينقلوا على المستشفى، فبيستغربوا هما الاتنين من كلامهم وبيمشوا. وبعد الحفلة بتظهر بيجي وهي متضايقة جدا بسبب اللي حصل، وبتكون شايفة انها فاشلة، وبتنهار جوزي من العياط لانها مش قادرة تكون صداقات ولا حتى تعمل علاقات. ووقتها بيظهر جيف وهو بيندع على إيزابيل وبيترجاها تسامحه، فبتقوله انها زهقت منه ومن تصرفاته وانه دايما سايبها وبيغزل البنات وبتفضل تصرخ وتعلي صوتها، فبيتضايق جدا من صوتها وبيقول لها ان جاله صداع منها. وساعتها بتطلب بيجي من جوزي تنده لها وتعرض عليها تركب العربية معاهم، لكن قبل ما تخلص جملتها بتتفاجئ بإيزابيل بتركب العربية، وبيفضل يتحايل جيف عليها وبيتأسف لها انه مش هيضايقها من تاني ولا هيعاكس حد قدامها، لكن جوزي ما بتقدرش تستحمل كلامه وبتحرك العربية لقدام وبتخبطه خبطة بسيطة في ركبه. وساعتها بيتظاهر جيف بان اصابته خطيرة وبيجري تيم وباقي فريقه عليه وبيحاولوا ينقذوه. وفي تاني يوم في المدرسة بتتفاجئ بيجي هي وجوزي ان كل الطلبة خايفين يقربوا منهم او يتكلموا معاهم، وساعتها بيوصل جيف وهو ماسك عكاز في ايده وبيتظاهر انه مصاب بجروح خطيرة، وبينتشر الخبر ان هم اللي ضربوه، وبيطلب المدير مقابلتهم، وهناك بيقول لهم انهم معرضين للرفض بسبب اللي عملوه وضربهم لزميلهم، فبتضطر جوزي تقول انهم كانوا بيتدربوا عشان يدافعوا عن نفسهم وده من خلال نادي هم اللي عاملينه للدفاع عن النفس. وبتعجب الفكرة دي جي جدا وبتأيد رأيها، فبيضطر يوافق انهم يستمروا في النادي بس من غير ما يأذوا حد من زمايلهم ويكون لهم مكان مخصص يتدربوا فيه. وبعد شوية بيتجمع زال وبيجي مع جوزي اللي بتكون رافضة تماما تستمر في الفكرة دي، لكن بيجي بتقدر تقنعها وبتقول لها ان ايزابيل وبريتني شافوا في عينيهم نظرات الرعب والخوف منهم، وان بالطريقة دي ممكن تجمع اكبر فريق من البنات، من هيدافعوا عن نفسهم ومن هيقربوا من الاشخاص اللي بيحبوهم. وبنعرف ان نيتهم الاساسية انهم يلاقوا حظهم ويتخلصوا من كونهم وحشين ومحدش حابب يكلمهم. وبعدها بيوصلوا على الملعب وبتكون هزال مجمع شوية بنات، فبتدخل بيجيب كل حماس وبتعرفهم على فكرة النادي وبتقول لهم انهم عشان يدافعوا عن نفسهم اول حاجة لازم يتعلموها ازاي يلكموا اللي قدامهم، وبتعرفهم انها زمان بنت ضربتها فقدرت تاخد منها حقها وتكسر لها وشها، وبتقول لهم جوزي حكايتها بان في بنت حطت لها سم فرن في العصير ولما اكتشفت ضربتها لدرجة انه بيغمى عليها ووصلت الاسعاف ونقلتها على اخر لحظة، ووقتها بتطلب منها بيجي تضربها كنوع من التدريب، فبتخاف جوزي جدا وبتخاف تأذيها، لكن لما بتلاقيها مصممة بتضربها فجأة وبترميها على الأرض، وبتفوق بيجي وبتلاقي وشها كله غرقان دم، فبتسألهم واحدة من البنات عن اللي هيكون مشرف عليهم. وفي اللحظة دي بيروحوا للمدرس جي وبيطلبوا منه يكون مشرف لهم في النادي، واللي بيكون متكون من فريق من البنات، وبعد اقناع بيوافق جي انه يكون معاهم ومن ضمن الفريق. وبعد شويه بتجمع بيجي كل البنات وبتقول لهم ان النادي ليه قواعد لازم يمشوا عليها، واولها انهم يسمعوا الكلام، وتاني حاجه يكونوا موجودين في الميعاد اللي اتحددوا. وقتها بيوصل ايزابيل وبريتني وبينضموا للفريق، وبتفرح بيجي وجوزي جدا بوجودهم، وبتبدا التدريبات، واول حاجه بيتعلموها ازاي يدافعوا عن نفسهم عن طريق تعليمهم لبعض، فكلهم بيتحمسوا لانهم هيقدروا ياذوا اللي اذوهم، وبتبدا كل واحده فيهم تضرب الثانيه وتطلع كل الكبت اللي جواها وبتتحسن طاقتهم للاحسن. وفي تاني يوم بتوصل بيجي هي وجوزي على المدرسه وبيشوفوا نظرات الطلبه ليهم واللي اتغيرت 180 درجه، ووقتها بتوقفهم هزال وبتعرض عليهم فكره انهم يقعدوا مع البنات ويسمعوا مشاكلهم وبكده تتحسن نفسيتهم. وفي وسط الكلام ما بينهم بيقولهم تيم انه سمع عن النادي اللي عملوه وقد ايه هو اتشهر وانضم له بنات كتير، لكن بيفكرهم ان مباراه كره القدم قربت وده ممكن ياثر على فريقهم، فبتوري له جوزي صوره من اعلان فريقه
وبتعرفوا انهم مكتسحين. وبعدها بيتجمع البنات مع بعض وبتبدأ كل واحدة فيهم تحكي قصتها عن التحرش اللي تعرضت له. فبتقول بنت منهم انها تعرضت للتحرش من جوز امها اللي دايما كان بيستغل ان امها مش موجودة ويعتدي عليها. وبتحكي بريتني ان هي كمان تعرضت للتحرش وده بسبب جمالها وشعبيتها. وبتقول هازال ان بعد وفاة ابوها وامها بتعاني من ازمة منتصف العمر وما بقتش عارفة تتعامل معاها بسبب الناس اللي بتدخلهم حياتها بالعافية. وبيقولهم جين هو كمان عنده مشاكل وعايز يطلق مراته لانه زهق منها. وبعد ما بتخلص الجلسة بتشكر ايزابيل جوزي على الفقرة دي وبتعرفها انها تيجي تذاكر معاها. ولما بترجع هازال على البيت بتتفاجئ لما بتشوف جيف مع امها وبتعرف ان حصل بينهم علاقة. وفي تاني يوم بتوصل هازال على المدرسة وبتبلغ جوزي بخيانة جيف لايزابيل وانها ما كانتش متوقعة ابدا ان امها تعمل علاقة مع واحد من دور بنتها. وبالليل بتتقابل ايزابيل مع جوزي في مطعم وبتقول لها انها مبسوطة جدا لانها انضمت للنادي وقدرت تغير من شخصيتها ووقتها ما بتقدرش جوزي تخبي عليها اكتر من كده. وبتعرفها ان جيف بيخونها وعمل علاقة مع كلهان امها زال وان هي بنفسها شافتهم مع بعض. فبتتصدم ايزابيل من كلامها وما بتكونش عارفة تعيط او تضحك وبتفضل تصرخ على حظها. وفي اليوم اللي بعده بيظهر جيف وفريقه وهما بياخدوا وجبة الغداء وبيكتشفوا ان العصير اللي بيتقدم عصير اناناس. فبيتضايق تيم جدا وبيقولهم ان فريقه عنده حساسية من الاناناس. لكن في اللحظة دي بتوصل ايزابيل وهي بتمشي باقصى سرعتها ناحية جيف واللي بيتخض جدا من مشيتها وبيخاف لا تكون متضايقة منه في حاجة. ووقتها بتسأله لو كان عمل علاقة مع كلهان فبيتوتر جدا من كلامها وبيقول لها ان عمره ما هيخونها ومش عشان خانها مع اختها 3-4 مرات يبقى هو خاين. وبيوعدها انه مش هيعمل كده مرة تانية. لكن ايزابيل بتقوله ان علاقتهم انتهت وبتاخد صحابها وبتقرر تنتقم منه بانها تعمل علاقة مع اصحابه. فبتقولهم هازال انهم ممكن ينتقموا بطريقة اشيك من كده وده عن طريق انهم يحطوا له قنبلة تحت عربيته ويفجروها. فكلهم بيتفقوا انهم لازم يمارسوا الارهاب ويعرضوا للعنف. وبالليل بيتجمع كل البنات قدام بيت جيف وهم لابسين ماسكات ومغطين وشهم وبيفضلوا يرموا البيض على الشباك لكن ما بيلاقوش اي رد فعل وده بسبب ان جيف حاطط سماعات في ودانه وبيسمع اغاني وعمال يرقص ولا في دماغه. فبترجع جوزي على العربية وبتقعد مع ايزابيل وبتحاول تواسيها على خيانة جيف ليها. فبتقولها ايزابيل انها مبسوطة لانها تعلمت ازاي تقاتل وتنتقم من اللي بيأذيها. وفي لحظتها كلهم بيلاحظوا اختفاء هازال واللي بتظهر وهي تحت عربية جيف وبتحط قنبلة وبتقدر تخرج بسرعة من تحت العربية واللي بتكون ظابطة التايمر على 15 ثانية. وفجأة العربية بتنفجر وبيخاف كل البنات من المنظر وبيهربوا بسرعة قبل ما حد يكتشف اللي حصل. بس ساعتها بيتصدم جيف لما بيشوف عربيته بتنفجر قدام عينه. وفي تاني يوم بتوصل بيجي هي وجوزي على المدرسة وبيكونوا خايفين لحد يكتشف اللي عملوه واللي بيحسبوه بيلاقوه. ووقتها بيتفاجئوا ان تيم عرف وبيقولهم ان جيف اصلا كان محتاج العربية جديدة وهم سهلوا له مهمته وبيقولها بكل تحدي ان ناديهم انتهى. وبعد لحظات بيتجمعوا مع الفريق واللي خلاص بيجمعوا انهم انتهوا وكل واحدة فيهم بتودع التانية لكنهم بيكونوا مبسوطين باللي عملوه. وبتقول ايزابيل انها قدرت تستمد قوتها من النادي وتقدر تحمي نفسها. فبتقولهم بيجين النادي مستمر وهيفضلوا موجودين فيه. وساعتها بتقف هازال وبتقولهم انها مبسوطة لانها قدرت تجمعوا مع بعض. فبتزعلها بيجي وبتقولها انها واحدة نكرة للجميل وكل حاجة عايزة تنسبها لنفسها. فبتزعل بيجي من كلامها وبتمشي. وفي الوقت اللي بتروح ايزابيل مع جوزي على بيتها عشان تقدر تنسى جيف وخيانته ليها بنشوف بيجي مع بريتني وهم قاعدين بيذاكروا مع بعض وبيتكلموا عن المدرس جي واللي ما بيعرفش يشرح كويس وبيزود لهم في الحفظ. ووقتها بتعرف بيجي من بريتني انها مرتبطة وبتحب واحد زميلها. وفي تاني يوم في الملعب بيستغل تيم وجود كل الطلبة وبيعلن قدامهم عن هازال اللي هتلعب مع اقوى ملاكم في المدرسة بما انها اتعلمت ازاي تدافع عن نفسها فلازم تنفذ اللي اتعلمته على المنافس اللي قدامها. ووقتها بتتصدم هازال لما بتشوف المنافس وبتحاول على قد ما تقدر تكسبه لكن الملاكم بيكون اقوى منها وبيفضل يضرب فيها لحد ما بتنزف. وساعتها بيقول لهم تيم ازاي بنت من فريق الاحداث اتعرضت للعنف والتحرش واتدربت على ده مش قادره تدافع عن نفسها. وبيكشف تيم قدام كل الموجودين ان كل كلام بيجي وجوزي كان مجرد كذبه وعمرهم ما تعرضوا للعنف او الضرب وانهم عملوا النادي مخصوص عشان يقربوا من البنات المشاهير ويتعرفوا اكتر عليهم. وبيضرب الملاكم هازال بكل قوته وبتظهر وهي مرميه على الارض ومش قادره تتحرك وغرقانه في دمها. فبيجري البنات عليها وبيلحقوها وبينقلوها على المستشفى. ووقتها بيتصدم كل البنات من كلامه وبيبعدوا عن بيجي وجوزي باعتبارهم كانوا بيستغلهم وبيضحكوا عليهم وبينهوا صداقتهم معاهم. فبتحاول بيجي تبرر موقفهم وبتقول البنات انهم عملوا النادي عشان يتعرفوا اكتر على بعض ويقضوا وقت ممتع لكن ايزابيل بتكون شايفه انهم انانيين وكان كل همهم مصلحتهم واستغلالهم. حتى المدرس جي بيفضل يزعق لهم لانهم ضحكوا عليه واستغلوا طيبته معاهم بعد ما وثق فيهم وكان حليف معاهم وقدر يساعدهم وبيسيبهم وبيمشي. ووقتها بتتخانق بيجي مع جوزي وبتقول لها انها كانت فكرتها من الاول وانها ما كانتش حابه يحصل كده من البدايه
وغلطت لما سمعت كلامها، فبتقولها جوزي انها واحده انانيه ومش بتهتم غير بنفسها وشكلها قدام صحابهم، فبتتضايق بيجي من كلامها وبتنهي صداقتها معاها. وفي اليوم اللي بعده بتوصل جوزي على المدرسه وبتلاحظ ان كل الطلبه رافضين يكلموها وبيبعدوا عنها وبيبصوا لها بنظره كلها اشمئزاز. وبتتحسن علاقه ايزابيل بجيف من تاني بعد ما بيروح يعتذر لها وبيقدم لها ورد عشان تسامحه، اما هازلفه بتظهر وهي نايمه على الكنبه ووضعها صعب جدا وكل البنات جنبها وبيعالجوها. وبتظهر بيجي وهي قاعده بتاكل في الملعب لوحدها والكل بعيد عنها بسبب فكرتهم. وبعدها بشويه بتتقابل جوزي مع واحده اسمها روتس وبنعرف انها مربيه اطفال، واللي لما بتشوف حالتها بتقول لها انها لما كانت في سنها كان كل الطلبه بيرفضوا يكلموها او حتى يصاحبوها، واللي بتعرفها ان في منافسه كره قدم مستمره لاكثر من 50 سنه. وبتحكي لها عن الفريق اللي هيلعب فريق جيف انهم بيقتلوا الفريق المنافس ليهم وده حصل مع كذا فريق لعبوه. وبتتصدم جوزي لما بتعرف انهم هيأذوا الطلبه اللي في مدرستها وهيقتلوا جيف وفريقه. وبالليل بتظهر بيجي وهي في عربيتها وبتحاول تقضي الوقت مع نفسها لوحدها، لكن بتحس بفراغ طول ما جوزي بعيد عنها. لكن وقتها بتتفاجئ بجوزي بتجري ناحيتها وبتحكي لها على كلام رودز ليها وبتقول لها انهم لازم يحموا فريق جيف ويدافعوا عنهم قبل ما يقتلوهم الفريق المنافس ويلاقوا طريقة ينقذوهم بيها. وبتفكر وبتلاقي ان اسلم طريقة انهم يجمعوا كل اعضاء فريقهم من تاني عشان ينقذوا فريق النادي. وبتطلب جوزي من بيجي تنسى خلافاتهم وتنقذ صحابها. وفي الماتش بيروح بيجي وجوزي الملعب وبيقابلوا هازلو اللي بتظهر وهي قاعدة مع اعضاء النادي بعد ما حالتها اتحسنت. ووقتها بتعتذر لها بيجي على كلامها معاها وبتطلب منها تسامحها وانها ما كانتش تقصد ابدا تجرحها بكلامها، فبتسامحها هازلو وبترجع صداقتهم من تاني. وفي لحظتها بتقول لهم جوزي ان الفريق المنافس هيقتل فريقهم ولازم ينقذوهم، فبتوافق هازلو وبتقول لهم انهم محتاجين يلهوهم. وبتنزل هازلو الملعب وبتحاول تشرح لايزابيل انها محتاجه مساعدتها لكنها بترفض هي وبريتني. وبيخرج فريق جيف على الملعب بكل حماس. وفي الوقت ده بتظهر هازلو وهي بتحط قنبله في شجره وبتظبط التايمر وبتجري بسرعه قبل ما القنبله تنفجر فيها، بس لسوء الحظ ان القنبله مش بتنفجر وبيحسوا بالضياع اول لما بيشوفوا الفريق المنافس. وفي الوقت ده بينزل الفريق المنافس للملعب، فبتحاول جوزي تلاقي حل وبتقدر تجمع ورق مرمي على الارض. وساعتها بتكتشف ان الرشاشات اللي في الملعب مليانه عصير الاناناس، فبتجري بيجي وبتغطي الرشاشات وبتسحب كل فريق جيف من الملعب، بس لسوء الحظ بيهجم عليهم الفريق المنافس وده لانهم اكتشفوا خطتهم وبوظوها. وبيحصل معركه بينهم وبين الفريق وبتقدر بيجي تضرب معظم الفريق هي وباقي البنات وبيقدروا يهزموهم من غير اي خسائر. وكل ده بيحصل وسط صدمه الجمهور، وفي لحظتها بتتفتح الرشاشات وبيخاف تيم جدا ليجيله حساسيه، وساعتها بتجري كالهان وبتقفل المحبس وبيدرك تيم انه كان ظالمهم وبيقف يسقف لهم وكل الطلبة والمدرسة بتسقف لهم على شجاعتهم. وبترجع علاقة بيجي وجوزي من تاني وبيتصالحوا على بعض وبتقول لها انها فخورة بيها وبشجاعتها وبتقرب منها وبتحضنها. وبعدها بتروح جوزي تعتذر لإيزابيل لانها ضحكت عليها واستغلتها وبتعرفها ان كان كل همها تتعرف عليها وتكون مشهورة زيها. وفي اللحظة دي بيحتفل كل الطلبة باللي حصل وبيكونوا مبسوطين جدا بشجاعة البنات، وفجأة بتنفجر قنبلة هزال وسط صدمة الطلبة وبينتهي الفيلم. الفيديو ده كتبته داليا محمود وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني. وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية. وفولو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.